السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه موروكان كار درايفر. فاش كنقلب وتنقول شنو السوجي اللي غندير من بعد، قلت هضرت على طوموبيلات بزاف على ليستوار ديالهم، دابا بغيت نهضر على طوموبيل كيتباعوا في المغرب لي سبورتيف اللي كيقلبوا عليهم لي جون اللي ما تيكونوش غاليين بزاف، طوموبيلات صغار وما فيهمش الضريبه بزاف غاليه. السيارة الأولى ما نهضر عليها هي كليو 3 RS، طوموبيل صغيرة زوينة، خرجات بين 2006 و 2012، محرك فيها 2 لتر 200 دالخيل، صافا 200 دالخيل، طوموبيل صغيرة، باركونتخ الضريبة فيها 3000 درهم، كونسوماسيون شوية واحد 10% ميكس، الثمن ديالها بين 70000 درهم حتى 90000 درهم، الداخل ديالها عادي، هذا هو الديفو اللي داروا فيها رونو. ديني لداخل عادي سامبل، مي المهم طوموبيل زوينه بوغ لي جون من برا، لا كاروسري ديالها والكيت ديالها زوين. طوموبيل الثانيه غولف 6 جي تي اي، المهم هاد الطوموبيل كتعجبني فايت سكتها، طوموبيل زوينه، المحرك فيها 2 لتر تي سي، المهم 2 لتر توربو، 210 ديال الخيل، الكونسوماسيون ديالها بين 10 11 كتاكل شي شويه حتى هي، الضريبه ديالها 3000 درهم 2 لتر، الثمن ديالها في السوق بين 12 مليون حتى 14 مليون، هاد الاثمنه كنعطي على حساب ليطا وعلى حساب العام ديال الطوموبيل. الطوموبيل سقتها زوينه وفيها ما يدار، فيها بزاف ديال لي موديفيكاسيون تقدر تزيد عليها، تقدر تبدل ليها البو دي شارمون تحيدو ديرو اينوكس، تقدر دير ليها كيت ديال لادميسيون، المهم طوموبيل زوينه ليجان باش يبداو. من المشاكل اللي فيها هي لا بوا دي اس جي، الا كانت اوتوماتيك خصها الزيت تبدل كل 60000 كيلومتر. الطوموبيل الثالثه هي فرنسيه ميغان ار اس، ميغان ار اس فيها 2 لتر توربو 250 دالخيل، وبداو من 2009 حتى 2012، ميغان 3 هذه فيها الفاز 1 والفاز 2 وكتوصل حتى 265 في واحد لي فيرسيون ديالها، كونسوماسيون تتاكل شي شويه شي 12%، الضريبه ديالها 3000 درهم، في السوق واصلين بين 12 مليون حتى 16 مليون 17 مليون على حساب الباك اللي فيها وعلى حساب العام اللي فيها. المهم طوموبيل زوينه، انا ما سكتهاش فيت ركبت فيها، طوموبيل زوينه سبورتيف كتحس بها سبورتيف في الطريق في لي فيراج وهذا الشيء. الطوموبيل الرابعه ميني كوبر اس، بدات بين 2007 حتى 2013، هذه موديل ار 56 فيها 1.6 توربو، الموتور ديال بيجو ماشي ديال بي ام، كونسوماسيون تتاكل واخا صغيره تتاكل، مي توني دو روت فيها واعره بحال لاصاك شي كارتينغ، طوموبيل واعره سبورتيف، الضريبه ديالها 650 درهم، الثمن ديالها في السوق على حساب العام على حساب ليطا تقدر بين من 7 مليون حتى 14 مليون على حساب. المشاكل اللي فيها حتى انا كدوزات دازت عندي وحده، لا بومب ا اوت بريسيون، المهم البومبه ديال القدام حتى البومبه ديال لوطون تيكون فيهم مشاكل، وهذا المشكل مين تيجي الناس اللي تيخليو الطوموبيل حتى تشعل البوله ديال ليسونس حتى تتوكح كامله، هذه كتهلك البومبه بزاف. المهم الطوموبيل زوينه انا بعدا عجبتني بزاف. خامسة غندوزو الجابونيز اس 2000، المهم واخا دخلتها مي طوموبيل راه قليلة بزاف، فيها 2 لتر عادي اتموسفيريك، فيها 240 دالخيل، فيها غير جوج بلايص، طوموبيل واعرة سبورتيف عرفتي شادة في الأرض، الشاسي فيها واعر، الثمن ديالها في السوق تقدر تلقاها بين 12 مليون حتى 20 مليون، ما محددش وقلالين في السوق وعلى حساب ليطا. بياس ديالها ما كاينش في السوق، الضريبه 3000 درهم، كونسوماسيون بين 10 11 في المدينه، مي راه قليله في السوق. اودي تي تي دوزيام جينيراسيون، طوموبيل زوينه اللولوك ديالها واعر، فيها 2 لتر 200 دالخيل،
3000 درهم الضريبه، راكم عارفين بلي 3000 درهم الضريبه. كونسوماسيون ديالها هي تتبع تلعب بين 10 11، الثمن ديالها في السوق هي بين 12 حتى 14 15 على حساب العام على حساب ليطا. فما تنهضروا على اودي تي تي، ما تنهضروش على تي تي اس. ضروري ندخلوا شي بي ام 335 92 93 90، يعني الكوبي كابريولي ولا 4 بورت. طوموبيل مجهده فيها 306 ديال الخيل، 3 لتر توين توربو، الان 54 معروف هذا الموتور بزاف، مي الضريبه راه 8000 درهم. كونسوماسيون راه تكون 12 14%، ومن المشاكل ديالهم تيقول بانك تمشي لهم البومبه ديال الماء، والتوربويات عندهم واحد الوقيته خصك تقلبهم. المهم الطوموبيل واعره، كتمشي في البريباراسيون بزاف، تقدر توصل حتى 600 ديال الخيل. في السوق تقدر تكون بين 10 حتى 16 مليون على حسب ليطا. إذا كانت الطوموبيل من دقتك راه تكون طايحه في الثمن، كانت الطوموبيل نقيه راه تيكون طالبين فيها الثمن، وعلى حسب الموديل تاعها. إذا كانت 2010 راه ماشي هي 2008. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه. اللي عنده شي اسئله اكثر على شي طوموبيل من هاد الطوموبيلات اللي هضرت عليهم، صيفط ليا في انستغرام وراه كنجاوب. المهم ما تفوتش 24 ساعه غنجاوبو. وشكرا، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، الا عجبتكم ابوناو وعطيوني حتى لي سوجيستيون ديالكم، شنو بغيتو الفيديوهات الجايين شنو يكون فيهم. شكرا.